هذه المرة لن نعرض لكم منتجاً فاسداً أو منتهي الصلاحية، لأننا ببساطة اكعينا. فإذا كان تاريخ الإنتاج المطبوع على هذا المنتج هو 25/10/2013، فالمعنى أنه لم ينزل بعد إلى الأسواق كما تفترض الحقيقة، ومن المفترض ألا يكون في الأسواق إلا بعد أكثر من 5 أشهر من اليوم. فبربكم ماذا نقول؟ المسألة تخطت تزوير التواريخ لتصل إلى حد استغباء المستهلكين والسلطات، ولا سيما مصلحة حماية المستهلك العاجزة بعديدها الخجول عن القيام بدورها كما يجب. في كل الحالات المطلوب من المعنيين التحرك للتحقق ما إذا كان في الأمر تكريساً لطريقة جديدة للتزوير، أم أنه مجرد خطأ في الطباعة يجب تصحيحه. والأهم ضرورة التدقيق في المنتجات الغذائية التي تعرض في الأسواق اللبنانية حفاظاً على صحة المواطن.